جوه الصناديق حاجات، والحاجات رمز الحكايات. عنقود عنب وختم ملكي إيزابل. أوليفيا وإيفون، أهلا بيكم. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم بقى على شخصية جميلة جدا، رمز الفساد والشر في الكتاب المقدس. هنتكلم عن إيزابل. أوليفيا، ممكن تدينا فكرة عن الشخصية؟ هو ليك حق تقولي عليها أنها يعني ست صعبة قوي قوي يعني. يمكن أول حتة في الكتاب بتكلم عنها في ملوك الأول 16 في عدد 30، بيقول وعمل أخاب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام بن نباط، حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبال ملك الصيدونيين امرأة وسار وعبد البعل وسجد له. فالست دي إيزابل اتجوزها أخاب الملك، وهي كانت بنت ملك، بنت ملك الصيدونيين، وفي نفس الوقت باباها كان كاهن للبعل. ويقال المؤرخ اللي هو يوسيفس بيقول أنه كان باباها مش هو اللي ليه الملك، كان أخوه هو اللي في الملك وهو قتله وأخد الملك بداله. فتحسي أن في شر أباً عن جد بالظبط كده ماشي في العيلة. وأخاب كان عنده استعداد أن هو يمشي في السكة دي، وبعد ما تجوز إيزابل يقول كده أنه سار وعبد البعل وسجد له. هي اللي دخلت عبادة البعل في أورشليم. كان أمر صعب قوي، وكانت كمان بتعول أنبياء البعل، لدرجة الكتاب يقول في ملوك الأول 18 بيقول كده لما بينادوا على الأنبياء بيقول 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابل. فهي كانت بتعولهم، ما كانتش ست سهلة، كانت ست شريرة قوي ومتسلطة قوي وقوية في الشر بتاعها. يقول الكتاب لما أخاب رجع وقال لإيزابل على إنه إيليا قتل أنبياء البعل، يقول في ملوك الأول 19 عدد 2 أنها أرسلت رسولا إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منها في نحو هذا الوقت غدا. يعني كأنها بتعمل ندر على نفسها، بتقسم أنها هتعمل كده في إيليا. فهي كانت مصدر كمان، مش بس هي عايشة في الشر، لكن مصدر أذية لكل حد بيعبد الله، وطبعا على رأسهم إيليا النبي. وليها موقفين هما الاثنين أسوأ من بعض، سواء في موضوع إيليا أنه لما جوزها رجع زعلان أنه قتل أنبياء البعل، صعب عليها زعل جوزها وعملت كده مع إيليا، لكن كمان مع نبوت اليزرعيلي. أكيد كلنا عارفين القصة بتاعت نبوت اليزرعيلي، اللي كان أخاب عايز ياخد الكرم اللي عند نبوت، نبوت قال له لا، لأنه بحسب الشريعة ما ينفعش أن هو يفرط في الأرض بتاعته والحاجة بتاعته. رجع مكتئب في البيت، مهنش عليها الاكتئاب بتاع جوزها، قالت له أنت حاكم إسرائيل، طيب أنا بقى هعرف أجيب لك الحق ده. زي ما كان العذر بتاع نبوت اليزرعيلي بسبب حاجات دينية، بسبب أحكام الشريعة، هي جابت له الانتقام برضو بنفس الطريقة. راحت عملت إيه؟ جابت جوابات، كتبت رسائل
يقول الكتاب أنها كتبت رسائل باسم أخاب. الكلام ده في ملوك الأول 21:8، كتبت رسائل باسم أخاب وختمتها بالخاتم بتاع أخاب، وأرسلت الرسائل للشيوخ والأشراف اللي في المدينة، وقالت لهم في الرسائل دي نادوا بصوم ومش عارف عملوا إيه، وهاتوا نابوت قعدوه قدامكم، وييجوا شهود من تبع البعل يشهدوا أن هو جد فعل الله وعلى الملك، بكده يستاهل أن هو يترجم. وده اللي عملته. فهي كانت يعني قاسية، حتى برغم أن جوزها كان شرير لكن كان شره ليه حدود، مش بيوصل لكل الناس، لكن هي كانت العقل المدبر المفكر في موضوع الشر والانتقام لأي حد بس يضايق جوزها. دي كانت إيزابل الحقيقة، كانت ست قاسية جدا، كانت ست متسلطة، كانت ست تأثيرها كلمة سلبي لا، ده تأثيرها شرير جدا جدا على أخاب كملك وعلى المملكة كلها بتاعت إسرائيل. إيزابل كزوجة بقى ممكن نشوفها يعني داعمة لجوزها ومش عايزة يزعل وعايزة تعمل له يعني أحسن حاجة وتجيب له أحسن حاجة وما تسيبوش نفسه في حاجة، كانت عاملة إزاي من وجهة نظر؟ يعني هي كانت خايفة أن هو يزعل فعلا، بس هي ملت أرض إسرائيل بالشر واقتادت شعب الله أن هو يبعد عن الله، وبالتالي أثرت على أخاب تأثير شديد جدا أنه يعبد البعل، وعملت مذبحين للبعل في أرض إسرائيل، واحد في السامرة وواحد في وادي يزرعيل، وفي ده في السامرة عينت 450 كاهن، وفي وادي يزرعيل عينت 400 كاهن، فعملت على انتشار عبادة البعل في أرض إسرائيل. أخاب خضع ليها وانتشر الشر في أرض إسرائيل، فهي بتهتم بيه بس في سكة واحدة، هي بتتسلط عليه في اتجاه الشر. وكمان في موضوع نبوت اليزرعيلي انه شخص يموت ظلم ويتلفق الموضوع وتعمل مسرحية غريبة جدا بحيث ان الشخص ده يتقتل، يعني كلها طرق شر. وانه الكتاب بيقول انه أخاب أغاظ الرب، فيعني اوقات بحس انه لو التأثير شديد قوي كده يعني ده في اتجاه الشر، طيب يعني لازم كان لأخاب يكون له موقف، بس أخاب كان سلبي، وانا بعتقد ان هو سلبي مش بس ان هو مشي معاها وخضع ليها يمشي في الشر، ان هو اختارها من الاول كان ده امر سلبي جدا، ده دمر حياته. وحاجة يعني مفروض ناخد بالنا منها، اختياراتنا لأزواجنا دي حاجة يعني مهمة جدا، محتاجين نفكر ونصلي ليها قوي، مش انه يعني نستسهل في الأمر ده وبعد كده بنلاقي نفسنا تورطنا وبعدنا عن سكة ربنا. واضح ان هي كانت يعني مش بس شخصية قوية وقاسية، لكن يعني كانت مرعبة كمان، لانه بنشوف الموقف بتاعها اللي مع إيليا اللي أوليفيا ذكرته، انه يعني إيليا كان لسه بيكلم ربنا وعامل معجزات، وبعدين من تهديد واحد ليها خاف واكتئب وهرب، فموقفها مع إيليا برضو كان صعب، كان قاسي قوي. ويقال ان هي كانت اول مضطهدة دينيا، اول واحدة تضطهد في التاريخ شعب الله بالطريقة دي، والكلام اللي عملته لإيليا دخلته في اكتئاب هو كمان، يعني وإن كان أقول أنه دي مشاعر طبيعية برضو، يعني بصراحة أي حد مكانه كان يعمل كده، بس ربنا ما سابوش في الاكتئاب اللي هو فيه. لكن طبيعي لما شخص شرير زي إيزابل يهدد الناس والواحد يبقى عارف لأي أنه مفيش حدود للشر بتاعهم، حق الواحد أن هو يتعب شوية ويخاف شوية، المشاعر دي طبيعية، وإن كان بيبقى فيه نصر عليها بعد كده.
بس بالظبط زي ما كنت بتقولي، شفنا في الاخر انه دي مش نهاية القصة، يعني ربنا كان ليه النقمة جامد في الموضوع ده. رغم انها كانت شريرة وكانت متسلطة على شعب اسرائيل، لكن ربنا ادها فرصة انها ترجع في انه لما اتقبلت ذبيحة ايليا وما اتقبلتش ذبيحة البعل، ده كان إعلان واضح قوي عن قوة الله، وكان ده فرصة ليها إنها تعبد هذا الإله، كانت مقارنة واضحة جدا، ودي كانت فرصة ليها، كانت ممكن تستغل الفرصة دي، بس هي ما استغلتش الفرصة دي وكملت في شرها وعمل الشر والفساد في أرض إسرائيل، وحصدت في الآخر. حصد صعب. يعني النبوة اللي اتقالت عليها أنه دمها يتلحس وتموت موتة سيئة بالطريقة اللي احنا عارفينها، كان أمر صعب جدا. ولو أنها الآخر لحظة في حياتها كانت بتحاول أنها تمشي في السكة الشريرة دي، يعني الآخر وقت راحت كحلت عينيها وعايزة تعمل إغواء وكده، لكن وقعت والكلاب أكلتها. هما الناس دول مش عارفين أنا مين؟ أنا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، واللي أقوله يتنفس فوراً. لازم الكل يعرف ده كويس، وإلا هيندموا. ولما أشوف أنا ولا هما؟ في قصة إيزابيل شفنا استغلال شنيع للسلطة والمنصب وكده. أنا بقى في حياتنا دلوقتي، أنا كقائدة أو أنا زوجة قائد أو خادم أو أسيس أو كده، فين حدودي؟ إزاي أعرف أبقى بفيد الناس بس من غير ما أبقى بستغل سلطتي تجاههم؟ هو الحقيقة إيزابيل مش بس استغلت أن هي مرات واحد في منصب، لكن هي نصبت نفسها أن هي اللي ليها السلطة العليا عليه. يعني هي اللي جابت الرسائل وكتبتها وختمتها، هي اللي بعتت الرسول للنبي يقول له كده، فهي اتصرفت، ركنت جوزها على جنب، خليك انت كده وانا اقوم بالشغل بدالك. مرات كتير قوي بيحصل ده في المجتمعات بتاعتنا، زوجة قائد، زوجة راعي، زوجة أي حد في منصب، مرات مش بس بتكتفي بأنها تقدم مشورة وتلزمه بيها سواء صح أو غلط، لكن كمان مرات بتقدم نفسها عنه وهي اللي تاخد القيادة. مفروض قوي أنه نراعي الزوجات في مواقف زي كده أو مجوزين ناس في مناصب زي كده، أنه أنا أعرف أن الواحدة تعرف أنها زوجة قد تكون شريكة. يعني أقول أنه مرات كتير قوي بالذات في مجتمع الخدمة، أنه الخادم مراته مش بمجرد زوجة، لكن هي شريكة حياة وخدمة، فهي شريكة ليها حق أنها تقول رأي وتقول مشورة، لكن ملهاش حق أنها تاخد قرار ولا ليها حق أن هي تتصرف بداله. ده مهم قوي أنه يكون خط كده أحمر قدام عينين كل الزوجات. مشكلة كبيرة قوي عند الستات، ودي أقولها بخجل، الخطية اللي ممكن نتضرب بيها خطية التسلط. الست عندها الحتة دي تقع فيها بسرعة، فكون أن هي تستسلم لأنها تتسلط على جوزها وتاخد مكانته أو تاخد تبقى عايزة تاخد الأضواء بداله، تحتقر الدور اللي بيقوم بيه جوزها وتستغل المنصب بتاعها أنها مراته زي ما عملت إيزابيل. إيزابيل ما كانتش بتتصرف كده وهي ساكتة، لا دي كانت بتسخر من جوزها، تقول أنت حاكم إسرائيل. يعني مرات كتير قوي تيجي واحدة مرات قائد، أنت قائد اجتماع، أنت تنفع تبقى قائد. يعني ده بيبقى الحقيقة تجاوز وعيب، وفي القانون الأخلاقي والروحي ده مرفوض. لأنه وعشان كده الكتاب دايما يتكلم على الست
خضوع الست مش معناته حاضر نعم قد احترام الزوج وتديله المكانة اللي تليق بيه كقائد وكمسؤول في الأسرة وفي الخدمة اللي هو مسؤول عنها. المكابرة بقى قدام ربنا، يعني شفنا إيزابيل كأن كان زي ما كنت بتقولي عندها فرصة واتنين، لكن أصرت إن هي تمشي في الطريق اللي هي عايزة تمشي فيه. فساعات احنا كمان في حياتنا دلوقتي بنبقى كده، انه انا عارفة اكتر، انا هتصرف، مش محتاج اصلا ربنا، هحصد اللي انا بزرعه ده. هو اكيد كل واحد فينا يحصد ما يزرعه. لو هي قررت انها تعيش في الشر وتعيش في التسلط هي هتزرع ده. الكتاب واضح جدا، اجرة الخطية هي موت، ما فيهاش فصال، يعني ما ينفعش نفصل فيها. إذا هي قررت تمشي في الشر هي اللي هتحصده. في سؤال ممكن حد يبقى بيتفرج علينا دلوقتي بيبقى حاسس إنه يعني أنا مش في الشر ده ولا في الحتة الوحشة قوي دي، وإيزابيل إيه ودي تتفنن في الشر وكده، أنا مش هنا أصلا، يعني هستفيد إيه أنا من القصة دي؟ يعني خلينا نقول إيزابيل يمكن كانت طرقها شريرة بطريقة واضحة جدا وطريقة فجة قوي يعني، لكن خلينا نقول مثلا ما فيش كذبة بيضة وكذبة سودة، يعني كله اسمه كذب. فاحنا خلينا نقول الخطية هي خطية، ما ينفعش أقسمها، ما ينفعش أقول دي حاجة بسيطة وبتعدي. فممكن أكون يعني مثلا بتكلم على حد من وراء، دايما يعني جوايا شكوى على الآخرين، دايما بشوف الجانب السيء في حياة الناس ومش بقدر أشوف الحتة الكويسة، دايما لساني يعني في تسلط كده على الناس، بتكلم بكبرية. كلها يعني ممكن تبقى حاجات بسيطة، لكن دي الكتاب نفسه بيتكلم إنها خطية. الكذب خطية، الكبرياء خطية، والكتاب نفسه بيحذرنا، يعني بيقول الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. فتبقى ممكن حاجة صغيرة بس هي بتفسد الكروم. فيعني حلو أبقى يعني منتبهة لفكرة الزرع والحصاد، الزرع والحصاد سواء في حاجات كبيرة أو حاجات خطايا صغيرة. في القصة اللي قرناها شفنا أنه إيليا رجل الله شخصياً خاف وتخض من إيزابيل، والشر بيخوف. يعني في حياتنا كتير شفنا ناس وقفت للحق وقالت كلمة حق بس اتضرت فعلا ومشت من شغلها أو حد من عيالها اتأذى أو كده. فنعمل إيه في مواقف زي دي؟ يعني إزاي ما خافش من الشر اللي هو فعلا ممكن يضرني جدا؟ هو الحقيقة الخوف ده مشاعر طبيعية ومسموح أن احنا نخاف من الشر. طبعا الإنسان الغير طبيعي هو لما يلاقي الشر جاي له ما يخافش منه. وإيليا خاف، بس خوفه ما طولش، لأنه ربنا بنفسه هو اللي جاله، ومكتوب كده أنه الرب عبر لي، الرب عابر لي. ودي رسالة أقدر أقولها لنفسي لما أبقى خايفة، ولأي واحد من اللي بيشوفنا أو واحدة، أنه حتى لو أنت خايفة ربنا هيجيلك في خوفك، هيتلامس معاكي، هيطبطب عليكي وهيقولك ما تخافيش، الشر ده موجود إلى حين، لكن النصرة هتكون للحق، هو اللي هيخرج برك مثل الظهيرة. وفكرة أنه أصدق في الكلام ده، لأنه الإيمان نفسه بيعوز شغل جوايا، أن أنا أصدق وأشتغل على الإيمان ده عشان يكبر وأصدق فيه وأنال النصرة دي بالإيمان. إيليا لما خاف وراح وهرب شوية وربنا وصل له، ربنا ما سابوش، بالعكس شافه محتاج يرتاح، أكله الأكلة وقال له ارتاح شوية، فاداله أكل واداله نوم، وبعد كده قاموا كملوا المسيرة مع بعض، ومازال الإله هو اللي كان مع إيليا، هو اللي معانا كلنا لغاية دلوقتي. تأثير الزوجات على أزواجهم ممكن يفوق الخيال، يعني
ازاي اخلي قوة تأثيري دي لو انا ست قوية مثلا، ازاي اخليها ايجابية؟ يعني زي ما كنا بنقول ما ممكن ابقى انا فعلا شخصية قوية، جوزي محتاج مشورتي، ازاي اخلي ده ايجابي وفي نفس الوقت اديله احترامه وما تعداش حدودي؟ الست القوية خليها تبص لنفسها ان هي سند لبيتها، سند لجوزها. لو حطت نفسها في الحتة دي وفكرت نفسها دايما بان هي سند وان هي داعم وان هي معينة زي ما الكتاب بيقول، هتحمي نفسها من ان هي تبقى زوجة متسلطة دايما بتفرض رأيها على زوجها وعايزاه يمشي زي ما هي عايزة. دايما الست القوية ممكن تفكر انها هي تتعمل كده وهي كده وما تتعملش غير كده، لا، هي ممكن تتعمل بطرق تانية مختلفة، واوقات هتحتاج ان هي تأخر خطوتها شوية، تاخد وتدي معاه في المناقشة. لو هو مثلا يعني رأيه مش معاه كل التفاصيل، فرأيه يعني متكون نتيجة انه نقص في المعلومات، هي تساعده تديله المعلومات الكافية اللي تخليه يشوف الصورة بطريقة معينة، ولما يشوف الصورة بطريقة معينة هيقدر يحكم احكام صحيحة. فهي معينة وهي تبقى ظهري لي، سند لي، مشورة، تتشارك معاه كمشورة في الفكر وفي الرأي يعني. فده بيساعدها جدا ان هي تبقى مش بتفرض رأيها، لكن هما الاتنين مع بعض يقدروا ان هما يكملوا بعض. مرسي قوي قوي قوي، اتعلمنا واستفدنا كتير. امين نكون حساسين فعلا للي ربنا بيقوله لنا، ونبقى بنسمع فعلا، ولو في حاجة صغيرة بنرعاها في قلبنا وربنا بيشاور عليها، مش لازم تبقى يعني شر مبالغ فيه، بس امين نبقى حساسين ونسمع ونمشيش عكس اللي ربنا بيقوله علشان ما نحصدش اللي احنا بنعمله. امين. ميرسي قوي قوي. شكرا. شكرا ليك. شكرا.